بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان وكيل لو بقول صدري اللحاد كمدا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وحين كسر جر كتاب الصيام يا أبواب تيسي أنت عشر كعاو قد قالين وحنبر رجلي الله مسألة مسألة كوبات مركين صوم رأيني صوم يوم عاشوراء يخلاف كي كتر فقهها هي حالة هو الصوم رأي مكتب الله في ريو بعض المستمعين بوحكفة من قبل أهم بين على السنين صوم يوم عاشوراء ما أنت السنة هاي سدان مركا إن لو فما ما هين مركي سهرة واجب وها مس السنة خلاف بكتري maalmaha uu noqonayo caashura masagaaladkii iyo tobnaadka mise waa maalinkana waynu soo maray laakiin hadda bacda naskhi intii la nasakhay kadib waxa uu dambeeyay inuu sunna yahay muakkada nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu soo mi jiray saxaabuna ay soo mi jireen waynu soo maray marka sidaa un loo arkayaan qaabka loo arkay masalada labaad xadiidkii riwaayada abi hore u dambeysay jumcada inaan soon lagu gooni yeelin الإمام مسلم حكك يعني من طريقي من حديث جابر هي من حديث أبي هريرة بخارنا وحكودر حديث جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأنا قصوم مري حديثك أبي هريرة مركو الشيقي طريقي أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أي طريق على الشيقي أو الربائين يدهده حديثك وطرق بدنية هي وكي أدن بي الشيخ رشاد وسؤال شكك كان هي هل كان مركا وهم قليبا رويا بروجيو دار قدني أصغو حديثك وطرق سكاها الله لبقر سوعري والدفاعي وطريق هوري أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة طريقا دنبي وعليا وهشام حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة وهم كاس مركا ومعلومات هسا إنام بروجيان ربي مركا كان أصغو حكو عليا إرسال انقطع بكو عليا وحلي هاي ابن سيرين روايته عن ابي هنا ايضا محفوظه ما وحام محفوظه عن طريق ابن سيرين عن ابي الدرداء عن النبي ما محفوظ الى هذا ابن سيرين موسى كم مقل حديث كم مقل ابو الدرداء ايو سلمان الفارسي قصده هذا انقطع بكو جرس هذا هذا الكدار قد مرك تعليق نسائي دمبيه حافظكو اصو طريق حديث كان طريقا تموح والدفاعي طرق سوي جمع فتحك نووي خلاصة الحكام كي شرح المذهب كاصونا كقال الله والدفاع ركب ضم بعد دفاعي دار قدني وحار الديا الحافظ ابو مسعود الدمشقي في اجوبته على الدار قد تطبعه اي كتاب كقر الرديا ومطبوع ودار سنكرتان حديث كم مركم بري مرك دار قدني ونقدية تاتك مسي مشغول وحار ربا الذي ساوشيغ انان ان بررجي الذي اوشيغ وحديثك هو من طريق ابن سيرين عن أبي الدرداء ابن سيرين أبو الدرداء حكم أم قال وأنا منقطع عاسي والله خلاف سوء أبو زرعة الرازي أبو حاتم الرازي في العلل أي وحيدة ومرسل عن ابن سيرين عن النبي صحيح خلافين وحيليهن ومرسل ابن سيرين بان نبي كوريني ابن سيرين والتابعي صحابي معها مرك المحفوظ في حديث ابن سيرين وحوي الإرسال أصغن وحولي المحفوظ في حديث ابن سيرين وحوي الرواية عن أبي الدرداء وسلمان الفارسي معا عن النبي وابن سيرين لم يلقى ولم يدرك أبا الدرداء قاب كورتو واسكو خلافين سواء لو أقاده مدى اللباضي إرعى وحوي ابن سيرين سيدا اللوغي عند الحديث يرسل كثيرا ومراسله صحاح عند المحدثين حتى هذه ونبقى كإرساليه وابن سيرين عن النبي أما أولى عن أبي الدرداء عن النبي مراسل ابن سيرين وصحاح عند المحدثين ابن عبد البر بن قشيري مقدمة تمييز كيس ميلا بضان تاسمرك وامدا لكن محاربة كلية إيران إلى هذا مسلم طريق مريبة أنا إلى حب بضان وأنا سيدة الحافظ أبو مسعود الدمشق أم مري حافظ محجر أم مري نون أم مري وكذلك قبلهما الحافظ عبد الهادي ويلي حديثك ابن سيرين هذه اللي قد لم يلقى
عن أبي الدرداء لقدي ولم يلقى ابن سيرين أبي الدرداء وأنا منقطع. والمشهور حديث ابن سيرين عن أبي هريرة أبو ليه والرواية مسلم بريسان كذلك صححه ابن خزيمة لبنبي ربك الله وكذلك ابن حبان حاكم انت ويكال لين محاحوجين يا مركز اختيار كان لنك اللي هذا مسلم يعني مسلم محاحوجين يا إن حديثك أوي محفوظ عن أبي هريرة حديثك كصاب سن جمعة إن أنسون لقوقون يلي كرين هرطة وحبا محفوظ كي عند الشيخين أو من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وحديثك اللي مدي يدي كرو كصاب سن جمعة إن لسومي كرين لقما أنفين كرو حديث أبي هريرة لما أنفين كرو معي الأسر كزوا في صحيحين بقى طريقنا كهرم مخاتك عاية بدليل ابن هشام بن حسان ومن أثبت الناس في ابن سيرين كذلك زائد بن قدامة وذلك حسين بن علي الجعفي أويل دار قدن وأنك وهميينا ومن أثبت الناس في زائدة من أثبت الناس في زائدة كتر واسع رجس خاص كأوي ذهب وحوري قد أكثر الرواية عن زائد بن قدامة الثقفي مسلم مركم رحاص في رنيا حديثك وضو أسل كيسب في صحيحين من طريق آخر عن أبي هريرة طريقا أنه حوق بدنيا هاي وحلق قال لي أحد المجر أنت وحادير نينك لي هشام بن حسن وحام التابعي عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن الرسول الله طريقا وحاك لهم التابعي هشام ابن عبد الله الدستوائي إيا أيوب طريق كجرة ونظر كجرة أنت ومكال يسكدره أسوق متابعة له إيا أسوق أصل بلي أيو مسلم مريا كذلك مركة نقدك أبو مسعود الدمشق ودار قد النقدي هو الصواب هو الصواب لكن وحان ربنا برجك لي دار قد نحديك الدفاعي وطريقه هو طريقا ضمبي ما دار قد رئيس وضعيف لأن عفو عربي وحلو إلا يمجر صدرت وذا هذا مقال كقري رأي دار قد نادبو النقدنية بس كذا تقلنا تطبع بس ما لا بظن بك حديثك وكل حي إلا لك يكون أفر بقول كنت نصدح وكذا الله حيوك الله كذا الله يكون سداد بقول أفرت نصدح إلى صدح تطبع أنا وكذا الله مركوا رأي ضعيف جدا حتى هذو إلى هذا وحال راجع طريق من السيرين عن أبي الدرداء ومنقطعة مراسيل من الدرداء مراسيل من السيرين واصحة عند المحدثين مركع إلا ذو إلا جرثهم اعتبار ما باب قضاء رمضان في شعبان وحبابي هاي قضاها لقضاء رمضان في شعبان حد يعني انت بلودي كرو رمضان كرو كات تجي سادو تشوكتو تشوكتو تشوكتي كي كلامركو سو قال هي سيدا هادو كالي الا شعبان وينو تشوكناي سيدا هادو كالي انا قضاين كرو رمضان كوران كو دافاي لعذر كو دافاي بو بابي هاي حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير ابن معاوية الجعفي حدثنا يحيى بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يكون علي دش إذا وحاهان جري الصوم صوم بالقوية لنجر من رمضان رمضان حق سكاء هذه فما أستطيع ما أود جري أن أقضيه إن أنسوق قدو إلا في شعبان بش شعبان مويه بش شعبان قده هذا أمبان مركز سوق قدو جري الشغل من رسول الله أو الشغل برسول الله منعني أو المانع بعد قدره سواء يدي إذا نسوق الضياء أما يقول استاج الشري أو ما مانعه الشغل من رسول الله مشغول كي يهوش أن رسولك حق سكاسونا كاسونا يبقى يدي الشرتي قضيه اللي هو شيء إن نسوق الضياء وحش عبان كهر يي أو الشغل من رسول برسول الله رسولك يكون مشغول أيه دنيه زي هوليه زي هول قبض كرسول كي عليه الصلاة والسلام يا أمو كوبا هذا كحسان كوبا هذا أيان أدين شري حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا بشر ابن عمر الزهراني حدثني سليمان بن بلال التيمي حدثنا يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري بهذا الإسناد سنتقدم رئيسنا عن أبي سلمة عن عائشة أها غيرها سيئش أنه قال سليمان وحير بن بلال التيمي وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن كاسنا وحكود عجري يعني إنان سومي وإلى شعبان تدن بلغة قاري لمكان رسول الله رسول الله مكان كيسي مكان كيسي أكتيد وكتشوه مني أما مشغول كان كم مشغولي
أن روايتك سيسراعين مركا خلافك وأن تلمان مركاس. وحدثني محمد رافع أن نيسابور القشيري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني أخبرنا ابن جريج حدثني يحيى بن سعيد بن قيس الأنساري بهذا الإسناد سنة كذا نمر أنه كتبية وقال يحيى وقال يحيى مسلم دقدس وحكم طريقة وقبل بحديثك. الشغل من رسول الله الشغل بالرسول الله ومدرج في الحديث ومدرج في الحديث ومن كلام يحيى ابن سعيد القطان ومن كلام يحيى بن سعيد القطان عفوا الأنساري وي ماها من كلام عائشة نماها من كلام رسول الله نماها وحوي وتفسير أصوب بحيي أو يحيى بن سعيد الأنصار وبحني مركر سيدي أصوب كتب يحديك الله وشيء غيب وكشيء غيب يا مسلم لكن قدال بدكو غاندون تا إن هذا الكأولي يحيى بن سعيد الأنصار وصناهين من كلام عائشة وصناهين. وقال يحيى بن سعيد وحوي أصوب عضيني إدراجكي فظننت وحان أم لين أن ذلك أرنك دبدق أي هو يدن دبدق يسي قضينت رمضان إنو أها لمكانها بوس كي كتشوكت من النبي يحيى يقوله صدى وحاله يحيى له يحيى بن سعيد الأنساري با صدى عليه رواية ذنب ابن جريج بامرك سبع وعديس لكن تي هوري زهير ابن معاوية إنو يحيى ذلك ليه هاي إنو عائشة ليه هاي مكما عضي كذلك رواية سليم بلانكما عضي. وحدثناه وحدثنا محمد المثنى بن موسى البصري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي حاء وحدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى كلاهما عن يحيى لبدوا عبد الوهاب ايوه عمرو الناقد عفوا سفيان لبدوا حقيقة عن يحيى بن سعيد الانساري بهذا الاسناد سنه كصومبرتين يحيى بن سعيد عن ابي سلم عن عائشه ولم يذكر لبدا راوي عبد الوهاب وسفيان ما يسن شيئين في الحديث ما يسن كل شيئين با الشغل برسول الله وحيقول استاجي جري الصوم كاين ان دربق الله يو وندب ادغين نبي كون مشكور سنه هوش سي هو حقبت كيسا. وحدثني محمد بن عمر العدني المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمه تنوح وكيني محمد ابراهيم التيمي انه متابعي وذلك يحيى بن سعيد الانساري اها عن ابي سلمه عن ابي سلمه عبد الرحمن عوف عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال انها قالت وحي تجري ان كانت احدانا مدى وحي اهيد لتفطر تي افرتي اهيد دمرك النبي محمد بيكا ليس حاسس كم دود بافر جرتي في زمن رسول الله حلق النبي محمد عليه الصلاه والسلام فما تقدر ميسن اوذي كرين على أن تقضيه صومك لغوية شئين قضيسه مع رسول النبي قال لجرين كسنته النبي قلنا ولا حتى يأتي شعبان إلى شعبان يماده أيضا أنا مركز سجده مركزي سربيب يساوش إذا قبسطي صادرت الحديث كذا عند الترمذي أن يكون مريم خزيمين من طريق أخرى وحكيم ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سأسوي إذن ليذا رمضان ليوية شيء ما أود إن قضيه حلو إلا نبقى أنتم النولاء وحان شعبان قضيه ذكاهن إلا أكد مني لكن رسولكم مكو قريد عليه الصلاة والحجابتي رمضان كان ليوية شيء دربوا أن قضيين شري لكن نبقى أنتم النولاء وحان جانس هلي شري أن رمضان كو قضيه بش الشعبان بشعبان النبي قال سومي جري بدن كيد اما كل جيد بوسيك جري لواتين دور بك سومي جري مال مكتب جري لا بري يا مال مكتب جري مركو نو مركو كما شقولو سونكا اسغا او دو مركو دريما سو واخ باه النبي مركا او قبين ايي سومي جيرين مركا باب كما مسائل كيسو رمضان قضيه سو ان دب لو دكرين بنانت هاي ومساله اجماع ولا دا اورني اجماع سو غورني رمضانكو قضيه سوحو واجبا إيه على التراخي لا على الفور ان درب الله سو قضي واجب ما هو في عنت ان يفضي بدنت الا ددجيو او صاد بش رمضان او تكتب وخي لو يشي ا درب الله تيمادو ان في عنت اي وا مساله اجماع مرن ملا لكن واجب ما اها واجب ما اها حلي جانس هشو ايا سو قضين كرتا سده هويدين با اي قبسطي او
أي كيو توم بدو يسقال بدو توم بدو أي دافي ترين إلى أي بيش شعب رمضان كل ويا شيء سوق بيس حقا كله ودذال أيوة أي بحين ين يدري النبي يقول دذالين عليه الصلاة والسلام صوم كقضها إنه يسوق الله يستان هور مريان ويهلي كرين حي ليس قال دمرة شوقي ما المها والنبي وكم قيا هاي عايشو أوان كلا كم قيا يسوق ذين كرت لكن وين إن حريص بدن عقل بدن والنبي احترامته وقدر الزه أي أهيت نكون روح عقل يا دمر كيسا مدو هبين كو قرون هاي مو ينتكل ما لكن صومر او غان مريام او سلاما مو دون كدو لكن كلمه الله ما اقول مد مالين كا اسكال يا هبين كا اسكال موي وهي ان كبقيسي ان ايدون هبين كيدا هين ان مالين كدا هين نبي قد بو شعلا انو اسك يمادو اسك سو هارغلو سوبن ومدل جوغو كديبنا اي مركا نبي او باهدو وحان كلمه كا هين اوغا باهدو مركا وهي أتى لدقي سي أي أتى رئيس صوبنا عليه الصلاة والسلام يقول مركا وسن واجب كون ترد ماشى كون آدم وح هبين كذا أنك أهل مركا أخلاق ذي يحلم كذي يدلقات كذي يكرم كذي إيو كالقعيل كي صبروا وقبتي يقدرين أنت لا كتب الدري ميسا لا هو أنا ما هو سقال دمرة سديد دبري أما تدبري وكم بقيها يسون كذا ولا ما يسون كرتاه لكن ويقتل رجيس ما دام قضيه سوء واجب على الفور ضد ان لو قضيه واجب هين نبي حق يسي هو لها ونبي حق بدن وحق بدن هي ويركاد وي وحن ربي كوغو خريري هاس كو خريريني مرك علمي غاسا كو جيرا او ادي اد قيو بدن ودو مرك نبي نبي الى هي وسيي ربي عقلي وكمنايست قيمها بدن مرك مداس وا مدا ee masail ka marka ku jiray kale muhiimka waxa weeye oo masail la lug leh xadiidkan ka toosan ku cadeeyeen fuqadan ay ka hadleen qadaha ramadaan ka hadduu ciirdaar ku dhaafo oodan wali qadaynin xaqna qadayn kare ramadaan kale uu soo galo ramadaan kalena waa ki soo galina waa soomi ki horna waa soo qadayn fidyana waa laga rabaa lix saxaabi ah oo shaqo sugan tahay wala mukhalif lahum ولذلك ابو طيب الطبري الشافعي في شرح المزني اجماع الصحابه سو غوريا اسكو اوغادا رمضان كورا سفر بو كوغو دافاي حيض بو كوغو دافاي عذور دار كلو كوغو دافاي حنون يا مرض بو كوغو دافاي الى كي كلا كسو غليي ادو قدين كاري او لا ايمان كاري با كي كلا سو غلي كان سو غلينا وا سومي لا جوغو كي هورنا وا تو قدين مالميسي مالين كستانا وحد راعين مركا تو قلينيس مد راشين كيل راشين راعيس مثل هذا الكاس الأوقات أيضا نينك لكن رمضان كان عيور دار كودا في عيور دار كودا في حق الناس يقولون أسورة جلين إنه صاق ضيمة الحنون كي بابك يا بابك بكسوم يا كك عواي سفر كي بابك بحواي مثلا رمضان كلا كوي مد أسوم ولا أيش أسورة جلين وصاق ضيمة كنا وسومي كي هورنا وسو قضين وحفيدنا راعي المايو نينك فيدنا لقى الرواك وانينك مقصر كا ايتا ما كون اسو رجل يسون وسو قضي حقا نان سو قضين الى رمضان كالو كسو قالو هذي لو رمضان سيدا نقضان اما صدح نقضان محات لا دمر كي انت بدن قد على عرورتا نوجيا اما محوها هاي حيد ديقي هيلا اما حملق قاده dad badan bay qabsataa ramadaanka hore maalmo lagaaga lahaado oo soo qadayni baaki kala soo galay kiiba aad soontay adoon wali gudun baaki labaad soo galay adoon wali gudun baaki saddexaad yimid anaga shaafici laba qowl baan ka leenahay fidid way islaaban laabaysa maalmo halka bi joogaya maalmo xagga soonka maalmo lagu lahaan baa lagu lahaan 10 maalmood baa laga rabaa ama 20 bari un baa laga rabaa laakiin soon walba wuxuu wataa كفارديسي فيديديسي تبنكي بري وحد راعي ما كان قلينيسو صدح رمضان كدي بعد قلينيسو صدح كيلو راشين مال والبا صدح مد بدر عينيس مال والبا الا ولا بجبار ميا وصدح جبار مي وافر جبار مي طبعا رمضان بكو غار 10 بسو بدليا لكن قضوه مال كيسو وحال لبلام مية لبجبار مية سد جبار مية وحوي يا فرجبار مية
وفديه رايقه ورايقه اغتنا مشهور ك عند الشافعيه راي وحليه ما المهم ميسن لبك بارمني فديتنا ما لبك بهل بيتاغنان هل كيلي تاغنانيس ستون مال ولاغوم لاينا طبان كيلامتون مدبان بحنايا ومال ولب مدبان راعين معي داي باشر هاشيك اسكا سوقن هي يا مالك ميش تاغنان هي راي غاسنا واجر لبدا مسلم باربكلي ان راعيو marka sida fiican marka soonka la qadoynayna waa in la sir raaciyo wanaagsan oo la kala reeban hadii la awoodi karo laakiin tataabucu waajib ma aha bab qadaa'i siyaam aan al mayit hubab yahay mayit kama laga soomi kara qof muslima dhintay mayit goon laba qaybood soonka lagu yeeshay qof muslima oo soon lagu yeeshay soonkii asoon u suura galin on haleelin inuu qadeeyo una suuragalin ku dhintay iyo qof asagoo u suuragasho haleelay dhinta labada way baxdu ugu noqon doona marka bal hadithka marka raan wado wa hadathana harun ibn sa'id al-ayli qala wa ahmad ibn isa al-misri qala hadathana ibn wahb ibn abdullah اخبرنا عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري الانصاري عن عبيد الله بن ابي جعفر الكناني المصري عن محمد بن جعفر ابن الزبير ابن الزبير بن عروه بن الزبير عن عروه عمه وعروه وادركي جعفر بن الزبير عروه ورلاه مركه ويلك محمد ادر بالويهي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات قفك غيريودا وعليه صيام اسقو سندشي سويا نيمبا غيريودا اسقو سون لو ليه صام عنه وليه حقالديسا كسوميس صام عنه وحا كسوميه وليه قعلكيسا اما قعلكيسا كسوميه وليقيسا اما قف وارث ودخل هيا نوقدو اما عصبها نوقدو اما قريب كلها نوقدو وانا سيده لو بديا صام عنه وليه اي قريبه حقالد هذا تدقد قرابتين الما ذكرنا الله كدغي با كسوميه مركا وصام عنه ولي وصيغه خبر صيغه خبر مراد كنا وامر امر كنا للاستحباب من مات وعليه صيام صام عنه ولي اي فليصم عنه ولي بك دغنت ولي يسوها كصوم امرك اسغا انا ام بصيغتي اهين عند الجمهور ومحمول على الاستحباب وصن اليه واجب معها الامام ابو المعالي الجويني امام الحرمين كتاب نهايه المطلب في درايه المذهبنا وحو كسو غوريه اجماع بسو غورش ان هو مستحب يهي او قف مسلم كا دنتي اي صوم قضاء لغو لها صوم كاما نذر هن نقضو اما صوم كفاره هن نقضو اما رمضان هن نقضو صوم كقابضان بالاس كو يشاي اي صوم لغو لها ان لغا صوم واجب ما اها اي وا سنه يو اجماع سو غوري حافظ كن و خو يدي وعلى عادته ظاهرية خلاف كيسون اعتبارنا ان ظاهرية ويديدين وحيليه امرك وامر وجوب قفك مسلم كا دينتا ان لغا بحيو او لغا صوم وواجب واجب كان وحسارين حقالة سي حكتديسا بي اورانيا رقي ظاهرية ادبو في عيني معايا لي امر كان وحلو بصر فيو لما هيو اجمعنا متشرو هاي اللي اجمع وسوق قرنيو هرتيبا خلاف لسوق قرنيو ونما سيكوري بخلاف قوري مدرو كمدي اي بخلاف كتلمام ينقصون وسن عديني تصريحين وحدثنا حديث كما مركه عائشه وهو اصل او بلابا باب كحديث ابن عباس روايه كي سحو اختلاف با كجيره الى بعض المالكيه اي علا كدغتينو مركي اي دفاعين امام كود المالك اي دفاعي مركه حديث عائشه سوى حديث مستقل ان سؤالكم امن ان شغل كلها من مات وعليه صيام صام عنه وليه لو مركه ما كلا قادم قوفك دينته صوم لغوي وعليه صيام من رمضان من فديه من كفاره من نذر مده النبي عليه الصلاه والسلام صام عنه وليه ترك الاستفسار في قضايا الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ماشي لأورنج ريبا أصل كذي طاي قاعد يسقوا هي إذا راجع من حيث ما كله في ريو التأصيل حوق بطني مركا واستفسار النبي ما قال ما فاهنين صوم كين النبي الله صوم كودونها النقضة نينك صوم لقوي شيء
إيصال كل إنت صوان قضينين أما صوان كفارة هنو كفارة قتل كفارة الظهار أما هنو النذر أما قضاء رمضان مع قيام الاحتمال ترك الاستفسار في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وقاعدة شافعي لو ترين جريا أو آدو قال لجري إمامك كتبتي شافعي قال لجري ماشي دبنا كوي من دون تاه أصل كامرك وإن لعس كذو الإمام الحسن البصري أصوه بخاري وكيسو قرون جري قفك مسلم كا إيردن تي سدن بير لقولها سدن بير لقولها هذي هل مالين سدن ويلك الصومان قف لن بورن جري حسن البصري قف مسلم أردن تي وحلو قولي بل رمضان وبوحدة مثلا أما بل نذر على الأولي هاي أما بل كفارة على الأولي فدية على الأولي مثلا صونا صدم ولا ليه المادير تي أما مسلمين كلاك الصومي هل ما علم بيوضع الصومين ما علم خميس بيوضع الصومين أيوة أمس وصدنين ما قام البعض بلغولها صدن ما الموت هل كان ما علم بقول يقول عيسى برجل بخاري بقول بالله بابكم كم مري وقال الحسن هولها نوات بخاروية قالنا مركو حضورنا ترجمة ذا هذا الكو كحجي وحواسك دورنا يا أبدا وحد اللي قد يدنا مجر نو حوري كتاب كيسا شرح مهذبك يا سوى مسألة كوك يعني تهذيب كيس عفوا تهذيب الأسماء واللغات حوري ومسألة غريبة وحن نقل أنا مذهب كان هناك كما هيو هو شو حسب سورة كه الله وقواعد مذهبنا تقتضيه بول لكن أصول شو مذهب كان وما كان الله فيري حسن البصري وركيزة مدي ذي سوري كنيسة لكن نقل عضو شافعية ما هي ولا مخرجة وحدثنا إسحاق إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي حدثنا الأعمى سليمان مهران عن مسلم البطين مسلم بن عمران بالليل هذا عن سعيد بن جبير الأسدي الوالي بعمن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة هويني إن يريجوا هنا يهيدي إن يخذ عمي أهيد بوال الله شيئا أن امرأة هويني يا أتت رسول الله رسول كله أتمت صلى الله عليه وسلم عائشة الأورنجنا ما هي غايثة الأورنجنا والله شيء قوادا أيده النبي أتمت سائلة ده النبي السؤال شو يدينيس فقال الوحيد اللي قبرني إن أمي هو يدي ما تدوي جريوة النبي الله وعليها صوم شهر يدو صوم بلا الأولياء هو يدي بجريوتي يدو صوم بلا الأولياء فقال النبي بحورة الرأيت بل كورا لو كان عليها دين هو يده دي الدين أي صار الدين لقولها أكنت تقضيه مكقضين له أكنت تقضيه مكقض لهيت مكبح له هو يده دي الدين بن آدم كله بن آدم كهدي هو يده الدين كله مكبح له يتقبل يعني قال النعم بتنبأ الله وكبح له قال النبي بحورة فدين الله أحق بالقضاء فدين الله إلهي الدين تيسانا أحقكم وضم بالقضاء جديدة من دين الآدمي بشر كي بناتهم الدين تو جديد وحاكم وضم يبحين دين تألة سبحانه وتعالى هل كان قاعد أصولية باكوتشر تو التعليل تعليل باكوتشر النبي علل حكم كي بعلة عامة والحكم يعم بعم العلة أي اللي هذا أو رأي أي شافعية وقول كذا قديم كأقبال جماعة من السلف اللوتري حافن حجر ينونا يدهم بوا رأي أصحاب الحديث وحاوي يو تاجر يصون كأما نذر هالنقض لقول هميت كأما رمضان هالنقض أما كفارة هالنقض نوع الدون هالنقض وصون واجب بوها صون واجب قفك لقولها إيردن تي إن لغوغودو ها ومضي هي واما واجب على الرأي لك لقادم ما يصوم نذره معي ان النبي علل بعلة عامة فدين الله احق ان يقضى اما احق بالقضاء سائلد يهوين النبي وحي ويديس لو بخي اما صوم نذر ها ويديسو اما صوم قضاء ها ويديسو اما صوم كفاره ها ويد معي لعلده ذنبه أي كسيد عليه سؤال لقضي سؤال شوري خاص كاي سؤال شوري خاص كإلا ذاك يا كافلا فدين الله دينت إلهي ومصدر مضاف صوما مع مش معايا فدين الله يا حق إذن ومعرف دينك والحلو تعريفي الله بلوتيري
شيء معرف كنوع عازنا وحاوي عموم فائدة أحق بالقضاء دينت إلهي وحي الدون مها النقوط أحق بالقضاء من دين الآدمي. إذن وحاكو الأولود للشدة ومسألة مهمة جدا فقد أسكوها إياه دين الله كولها ومثلا كفار وكلاء هي النذر وكلاء هي دين بنا آدم بعد كتك تأذيك دينتي وحي ميشي يا لينا لابد حق مبحين كرا وحيارة طبان كنو طبان كنو النذر والغولها طبان كنو كفار والغولها مثلا ديننا أو حسان مثلا كولها وسمش سوتك ميتك حولي سنة مبدا قاران دينت اللي إيوه دينت بنا آدمك تلا هور مرنية دين تأ الله حديثك قعد دين تأ الله الهور مرن فدين لا يحق بالقضاء هذه تزاحم له تزاحم بين الديون دين الله ودين الآدمي ميت كدين تي وحلقه هور مرنية هيه دين تأ الله بحنا يا كدم بن آدم كحليس كسو علقو عليه له أو مسلم وحصدقائستان أو بنك الإسلام كين بيت مال كين مساجد هلق أجيستان صدق قول بنا كنت على رأي فقاده قل وحي الدين تلهب الهرمين حديث كان يدل الشدا قل وحي ليهن دين تآلمها الهرمين لأن حق بن آدمك وحق لبضا والقود بيستاقي وحكا عفيك رؤوس انشرين وأنا مبني على المشاحة ومحاققة إلهنا وحي كريم ذو الفضل عفي مصامح حق كل سنة مركب بن آدم كان نفضح هاي هل الله بلقي وحي الله إلهينا أدونك سأسوها عفي واللي وحيدا ما يوى الله السمي دينت بن آدم قدرنا مكان لغا فيرينا أيضا كلول دينت ألنا مكان لغا أيضا كلول فدين لا يحق بالقضاء وما شتال مركب تعارض باتشري نص ونص طبعا كون شن كون نوذاتك الله بلقي شن كون حق إله الله بحيه صدق هذا الرأي وي ويسم الله سمي ويسميه لا يقدم أحدهما على الآخر إيوه تعالى الله هرمين يميه تبيناتك الله هرم صدق هذا الرأي مثل الكجر لكن هذا حديث قوام معي عطوسة هي أنت الله تربي الله هرمين رأي وحاقول حديث الكجر مهم جدا عند الأصولين وحديث أدلي شدان أن القياس الشرعي حجة أن القياس الشرعي حجة إنه يؤدي للعقول على بحديث كمدي يعني جواد السائلة ده يد بنبيك أسكون متشيري أسأل ويديه فطرة العقل قال الله تشو عاقلة باتين مسلمين ده وحكى لجرن هاي محاضولة ده هاي هو يدي بعد ما تيسون بلا الأولى هنبع اللهم كجودي كرا مياذا ما قد أولى بتدين هذا فقه هذا هو يده هدي الدين الأولى ما كبحن لاي شيخ مسلمات بكر يعني كل مسلمات هو حلقان برما هاي ها نبي الله وكبحين لها هذا بدين تلهي بك كدر مده هو أي بنادم كقول يهين هو يدا يتكبحين لها تنا كدر أي بحوي قياس شرعي قياس شرعي إنه حجية هاي نيك كم مرمانة ومان جابي هاي بيسولين تحتك ودلي شذا وحدثنا أحمد عمر عمر الوكيعي حدثنا حسين علي نيك ورينا حسومر حديث كوري بروي حسين علي الجعفي عن زايد بن قدامة الثقفي أكثر الرواية عن زائدة نكو أورنجر ذهب ومن أصحابي أسيق معاوية بن عمرو باء أدبي وحقوري عن زائدة عن سليمان الأعمش هذا النزومر يعني سليمان أعمش عن مسلم معران البطين عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه عفوا سعيد بن جبير الأسد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل روايته رمعية أن امرأة أتى رسول الله هوين يبقى نبي وقوتي مدبا رواية الكجرتي ورواية عيسى بن يونس عن الأعمش أهيد تنه والرواية زائدة عن الأعمش ومركا كدكتي جاء رجل نبا يمد إلى النبي سبحانه عليه الصلاة والسلام فقال وحولي يا رسول الله رسولك لا يو إن أمي ماتت هو يدي بعد ماتي وعليها صوم شهر أيضو صوم بلا لقول يا هاي ولما الحديث قال الله يوحي لي ننك يمدنا ما مضى دمتي بعد شيء جواردنا ما مضى دشوا وولي ولاش مرة ولاشي بقى النبي صلى الله عليه وسلم أسوي حرنا وصواب صنايا ويل كبا يسنا ويديه وويلي ولاش هو يدوت هوش قصة النبي قوله ويديه وينا كم مغطى رواية كقارك
أفأقضيه عنها ما كجود كرب نبي الله فقال نبي حول لو كان على أمك دين هو يدا دوش ده دين أي صارنتو دين لقوله يا دين بآدم ونبي وجيدا أكنت قاضيه عنها مطهي متكبحين له هو يدا ما كجود له قال نعم نبي الله وكبحين لها قال فدي الله يحق أن يقضى دين إلهي باكم مضان إن لبحيو لقودو كم مضان دين تبر آدمك قال سليمان وحوري سليمان الأعمش سليمان الأعمش سليمان مهران فقال لحكم عطيبة الفقيه وسلمة النكاية لحضر من جميع وحيد هذين ونحن جلوس نقف حين وقته حدث مسلم البطيء إنك مسلم أوشيكي بهذا الحديث فقال وحيد هذين سمعنا أن نقر وحان مقل مجاهدا بأن مقل مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس يذكر التبيني هذا حديث عن ابن عباس كالتبيني محور أبا سليمان وكداد حديثك هذا سليمان ابن مهران الأعمش أنا مركان مركان كقا أنا مسلم البطين أن كقا ذني ماشى وحافد يي حكم عتيبة الفقيه إيو سلامة من كهيل باتشوري مركز أيضاً حديث هذا مسلم البطين وإدين تبي عن سعيد بن جبير عن عباس أن نقول وحن كم قلي مجاهد بن جبير عن عباس مجاهد بن جبر عن عباس فقال سليمان حول على عمش فقال لحكم حكم بن عتيبة الفقيه الكوفي وسلم بن كيم الكهيل الحضرمي جميعا ونحن جلوس أن وفدنا حين وقتي حدث مركي دين واقر وافدنا ولما أنك عمر حين وقتي حدث مسلم ابن عمران البطين بهذا الحديث أي شيئين فقال وحيدا لبدا وذا سمعنا مجاهدا يذكر هذا ابن عباس بمعنى رواه معي سعيد بن جبير وحكى له متابعيه مجاهد بن جبر في الرواية عن ابن عباس وحدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد بن ليلى هذا حدثنا أبو خالد الأحمر هذا وحين صوم الري زائدة وقاب حديثك أوري إيو عين الأعمش إنك أها عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبع عين الأعمش وصنقاب أوري وحور بعض الرواية كلام وكينه وأه عن أبي خالد الأحمر سليم بن حيان حدثنا الأعمش عن سلمة ابن كهيل والحكم من عتيبة الفقيه ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي بهذا الحديث هذا الرواية أبو خالد الأحمر ويبقى خلاف سنتهاي إلا بد الرواية هوري وأصور رقع ورنبو في القليب حسن يي سلمة هي حكم هي مسلم البطين أيو اسكو قبطي كدبنا كلهم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن عطاء صدح الشيخ أو صدح الشيخ وحقق أنا سوى صبري قاسوك ميش رقع هوري يكو قابسدين أعمش عن مسلم زائد أعمش عن مسلم مسلم البطين يونس عيسى بن يونس أعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير بأهيد أبو خالد الأحمر وحور عن أعمش عن سعيد بن كهيل والحكم بن حدبة الفقيه ومسلم البطين ثلاثتهم صدح ذا وذات سلمائي حكمي مسلم عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء بن رباح صدح ذبا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بالتبيي نسائي مكة نمرأي إنه يوحر وحن نكون مرأي تلماميسة إنه من باب من باب اللف والنشر غير المرتب أيها وشطاي من باب اللف النشر اللف والنشر المرتب يغير المرتب زم الجر أما مفرق واحد يجرتي رجعني وإسكو قبطي نينك أعمش الليلة هذا نيو والبنين بو الشيخ ويهي صدح وضو صدح وتوصل كما قادنا هيا سلمة ابن كهيل الحضر من أسوه حديك وحكا قادنا هيا مجاهد مجاهد حكمنا عطابك قادنا هيا مسلم البطينة وحكا قادنا هيا سعيد بن جبير سيدا سوي مسلم البطين عن سعيد بن جبير سلم بن كهيل عن مجاهد بن جبر حكم عتيبة الفقيه عن عطاء سيدا سيكلي لكن أبو خالد الأحمر بأسكو قبطي يا ومشوش يا غير المرتب سكاد دمبلة مركا حافظكن وحوليه ويدعي كرتاوشا إنو نكا أبو خالد الأحمر سمي عليس نقوم هايس حدثنا إسامة منصور الكوسج
وابن أبي خلف محمد بن أحمد بالي ابن أبي خلف وعبد بن حميد ضربتان رواية النسائية حافظك سيدي أيوك الرجح حيان إن أضمرتان وحليدهين مسلم البطين يروي عن سعيد بن جبير فقط. أما حكم بن عتبة الفقي يروي عن عطاء فقط. سلم بن كهيلة وحكو حريزان مجاهد يا أبو خالد الأحمر بعسكري أبو خالد الأحمر نعم حسن كم أم غلو وهم وينهم كرت لكن كنت دقدق منه تخطئة الثقات مع قيام الاحتمال ما في عنه. طيب حتى حفظك وأقول يهرم أنا وأقول يهرم مني نقدها وعبد الحميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد وحور حدثني زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمر الرقي عن زيد بن أنيسة الجزري حدن الحكم بن عتيبة الفقيه عن سعيد بن جبير هذا سمار اكتمارك حكم بن عتيبة الفقيه هو هنا عن سعيد بن جبير ومن طريق عبيد الله بن عمر الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال جاءت امرأة هوينة باتمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هوين ذو خف عمي أموا جهنية لسكهية إن خف عمية تبان اللوب بدأية إلى رسول الله رسول كلاه بأبتمي صلى الله عليه وسلم فقال وحيت يا رسول الله رسول كلاه يو إن أمي ماتت ويد بعد متي وعليها صوم نذر إذا صوم نذر لقول إياه أفأصوم عنها ما كسوم كره قال وحيت قال نبي حر عفوا أرأيت بالكورا لو كان على أمي كدين ويد هدي الدين لقول إياه فقضيتيها أذكر قدر كبحيسو أكان يؤدي ذلك عنها بحين تأذكر بحيسه إذا مكف الله لا يد الدين تي مكب قدر لهيد قال وحيد نبي الله نعم هو شوى هول مسلم المرا لهي قال نبي حر فصومي عن أمك كسون هو يدا ساسو كلو هو يدا الدين تي أذكر بحيسه إذا كب قدر لهيد أذكر صنتنا ودين إلهي هو كب قدر يسوي كسون هو يدا حديث كان مركا وحد لي شذا أحمد حنبل اسحام راهوي أبو عبيد وحيليه لا يصوم أحد عن أحد نيابة إلا في نذر روح بن آدنا كم سومي كاروه أصوه كان نائب نقون يا وكيل كان نقون صون عن نذر كأهي رواية أن يكون دقين أيكم صوم نذر بيكون دقين جمهور العلماء وحلو تيري أصل أهم با قف مسلم ودنتي لقم السومي كري ليين لغا صون نذرة ولا صون رمضان ولا مد كفارة لقم السومي كرو قف كدنتي الصوم لقولها راشين بالغا بحين بيتاقين جمهور وانا قولك الجديد كشافعية ذا ورأي مالك وأبي حنيفة والجمهور بالليلة ذا وقولك الجديد كشافعية ذا أحنافتا مالكية ذا وأنا رأي الجمهور بالي هذا لا يصوم أحد عن أحد هذا من يك الصوم الأولى محل الصمين يدن تي لقى الصوم ما هي مال والبو حال بحين كذا راشين إلي حنابلو يسحب راهوي أنت الرعاية وأبو عبيد كم إذا وحيد هذين صوم كان لقى الصوم ما هي لكن صوم كان نذر كأه ولا يسك الصوم حديث كان دليله وبالتالي حق النظر كفقه أنا الواجب بالنذر أشد وأوكد أو آكد من الواجب بشرع بالله وقاعدة فقهية وحدوا سارتين سكو واجب يشين نذر كي شرط قالوا تقانا الصومالي يوحوا ربك ساري وحا أرق كذو السارتين شرط قال نذر وحا كوكا شيء سكا إلالي هدو هوري مركو ربك سكا إلالي نذر كي شرط هذو بقول مال وضع بان كون ندري وان كون شردي وهذا نوان رونا يسيخ ومحان سمين كرا وها كبحا مركو ربا جوغا بنانكين مدي دين نذر كاد قشام وينات بحساب من نذر أن يطيع الله فليطيعه الواجب بالنذر آكد من الواجب بالشرع بالله لأن الروح واسقه التزام إيه إيسا صاروا وكعلوسي هاي وحي رب سبحانه وتعالى وغفور رحيم وصار حديث كمركة ظاهر كيسة يقاعدة سيحنا بلو كل دقين
قوليها مركو أورنا يوقفك مسلم كدنتي ولقى السومية أي صوم كدون هالنقض الحديث كعائشة هوري عبد كل جاي أياد مدينة جرليين والقواعد الأصولية ترجح مذهبهم حيث الصوم كالنذر كأ وفرد يصورة من صور العام والقاعدة في الأصول أن التنصيص ببعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص القاعدة في الأصول سداسوية إن عام كأفراد سأمصور كسميت كميد الجون اللوش يجو جون الشيء جدا سمة كين يسو أسرع حكم كين نقول جون يلو نبي محمد داي زويد من مات وعليه صيام صوم كان نذرا رمضانا هنقض كفارة فدية واحد هنقض نو مكلا قال إن نذر جون اللوش يجو أم حي والتنصيص على بعض أفراد العام لفظك عام كاو وعليه صيام يمن مات وعليه صيام فرد كميدة والنذرك صوم كنذرك وقيب كميدة صوم كميدة كالغويش إن قولي الله شيقه أصدق العرب نبينا مكين يسحوكم كاسو إن قولي ليها التنسيس ها؟ التنسيس على بعض أفراد العام على بعض الصور العام لا يقتضي التخصيص في القاعدة الأصولية حنابلنا قاعدة سلمية ونندي دنمتشره مركز هذا كجر ليهين أصحاب الحديث أصحاب الحديث رأيك قفكم مسلم كأن تيميت كا صون كل جوية شو ولقي سومي كرا وقول الشافعي القديم وهو الراجح من حيث الدليل قولك الراجع وقولك قديم كشافعي لما قول قديم ولين مرنا وحويري إن صح الحديث في الصيام عن الميت قلت به بيهق وحوري في السنن وفي الخلافيات قد صح الحديث فيه بإجماع أهل الحديث بوري بإجماع أهل الحديث حديث كوين بابك وقفك مسلم كأن انت إن لقد سومك حديث قطمت بلا خلاف بين المحدثين وصحيح حوري أخرية وحاوى جميع أن يكون من قول الشافعي وحجد قولك قديمك قولك قديمك أصوى تعليق ودنين وإن صح الحديث ودن بو ثابت عن الشافعي هاي صدر نووي شرح القرآن زونا قول كاسة والمختار وهو الصحيح من الدليل ورنتي قول القرآن هي ميتك ولقى السومي مطلقا صوم كدون هالنقض رمضان نذر كفارة فيديو ولقى السومية ولي سنة كالسومية حنا بدا محد كجا جواب تنقدي كل دقيقة نذر كا ها عزكتين دليل وحن دليل نقوم كريم معايا لي نذر قول الله شيء ما كان يه حكم كان لغو خاصيسه هل مر بينك قبل بادية هذا أنت طرق الجمعية أي دهان نمي هو بهل حديث حرام حديث كونه هل حديث يعني وحلقو قرتا سنة كيسونه واحد جاي مخرج كيسو الفاظ سنة يسكون متى اتحاد السنة دي والمخرج وتقارب الألفاظ بلغو قرتا وين كل دوين لبل حديث يسكون باب ما حديث عايشنا ومستقل حديث من عباسنا أسوق كأسوق إسكو قسنا قنكر يا شيخي ها ما هو حين قفل الشيخ هدي الله حتى حديثك نذر بكل سب سن يا هاي علاه النبي كل إياه كاديديس وحنا بلع علاه بكل فلم هدو نذر بس يا هاي محن النبي علاه عام وقديم علل بعلة عامة والحكم يعم بعموم علته أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها نبي صومي عن أمك عام بكر وكب حيبة سؤال خاصا قلت لكن نبي عمم الحكم في جميع الديون مركا حتى من حيث الرواية أن فعل الحنابلة وحبابينا من حيث التعليل التعليل وحدثني علي بن حجم ياس السعدي قال حدثنا علي بن مسر أبو الحسن القرشي عن عبد الله بن عطاء الطائفي المكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه شواهد أبو قلي حديث عائشة بوكيني حديث بن عباس بوكيني حديث بريدة بن حسيب الأسلمي من أبو بوكيني ومركش كشاهد رأي الجمهور وعدم الصيام عن الأموات مطلقا الحنابلة ومن وافقهمنا وتخصيص الصيام بالنذر رأي أهل الحديث
وقول الشافعي القديم نوام حي يصوم عنه وليه مطلقا وحال اسكو كليه مسلمين تكلم مكاسو مكرامو ميد بعد انت في عنا صوم بالغولها دكو كتغي اقرابدي سا ام خيغلي سد صوم كرام ما اما دسكو في عم اي صوم اسكو في عين ما او موريان كلبا مسلمين تاغود يقف كن تقانين قرابدي سا هين اي اجانب تكا حق نصر ما كلا فيريو حق الدين تاي دنبيسي مكاسو مكرا علم حي دم هذا كسو مكرا معايا لي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض بينه انا ودبا قرابا حق نو كلا ودا نمنو حي له شغل خاص لا هلي وا انك قرابدي سي له هلو هدي لا واي و كدحاي با طيب انا وحان لنا مره ايدا ولايه ابعدها او غورتو gabadha waligeeda sokaadii la way xaqii walaal uu aada inay qaadi aaday iyo inay wali abcad aada labada mid uu way fiqiga walaayda abcad ha u gurto barka oo muslimiinta guud ah ninki loo way walaal khaas ah soo walaal guud ma joog almuhim sida uu u kala faama labada raayi qoliya waxay yidhaahdeen xanaabila waxaan isku xambaarnaa mutlaq iyo muqayyadka xadiidka hore mutlaq iyo soon u sheegay كان ضمن مقيد كي نذر شيئا كحن بارينا حالي قاعدة حمل محاي شردئة التعار ولا تعارض ضبا حمل المطلق على المقيد وحاي شردئة تعارض إنه جرى يسكوري مادان محاي سكوري مانا يسكوري ما ننبا حي إلي وذكر بعد أفراد العام وهذا يلي علوم هذا ما يشفر لذي طبنك علوم هذا سي نوال بوحسي هي بالله سي ما نكوري وعلوم هذا كم هذا عبد الله نسي عبد الله يسوم حكمها علماء من كثير قولي إن الله شيء جاي معكيرزا إن أنا كلها هاي المامن هاي المامن ما كوضاي أسوي حكم قولي الماء حوالي ورنا سقى وضاي ما يدك واحد وضاي هذا عبد الله الله سي أنا بلو ما كان نور قولي الله بحدين على وعين نقط عبد الله وحلا سي كذي أنت كان الله قديم وأنا خطأ تعارض ومجر أمر كاي ذا عن بغيدة قال وحول السحاب بين أنا جالس عند رسول حلي النبي أكفر صلى الله عليه وسلم إذا تظن امرأة هويني بأن النبي قوت فقال وحيتني إني تصدقت على أمي بجارية نبي الله هو يدي بأن قصد قيستي قبر أدون أه وإنها هو يدنا ما توا قريوت هو يدنا قريوت قبر دي أدون تنسيه هو يدي ملك يدان قليي واتوا تغنت وارنحل محان كسمية مرنحل أهو قبرنا مسلمين وحي اوغي قفكم مسلم كا صدقتي سنه كلابتين لغا في عينها ويسن في عينين وكي سيدنا عمر فرس بو صدقيست في سبيل الله كبحي هل وجه هذا يجري واقدم بو حو اركي نينك فرس كا وسي فرس كا ضيعي اون الفنين اون نفقين اون دقالين فرس كيو غاشا ودماني يا سلع يا دعذر وحون الدريم هذول ورا العقر يقسيس انه كسيسني فرس كان سقى بحي في سبيل الله يكون بحي نبي قصة نبي الله وارد ود بن فرس جدك لا يكون بحي فرس كود ضيع عم بان أركي نينك أنسيينا ما أنت هذا نور طبعا كون قاضي أما كون قاضي إنه سك فرس كان يسوع علم يسوع علم ما في ليه ما كيب سنكرا نبحور ما يعمره صدق هذا ده هكون نقنن ما في عنو قفك مسلم كا إنه سقى كل لابتو سيد أيه ما تجلس أقول لابتو كعر صدق هذا لما قطو لكن الزكاة هذا وقت قطن كرتا لا بد أبى يالله سبحانه دين نفك الزكاة هو بحسي دي سوق يسيد الله كيانو هشون مونات كل ليد وتكه هذي ودي بسن كرتا وكل دوان تا صدق يزك والله ما كلا باب حديث أبي سعيد باك على قاضي زكاة هو حق واجب وكسراء كابحي نكل هذا ملكي كاتك هذا هو ثوئب سنكرتا أما صدق وامحي وحن ربك سان أذوق أذ الله يقول دوات أذكد وذوي كذا بتقو مرق وامح مرق رمضان كسر ما لقوله مرق رمضان كسر إلى هدرتنا كامل محقو تبرد قال لكن زكاة هذا دي دحوج يسند الله لقى قال سنك عن سنك عن الله كيري حق واجب وكاب قايبة ويكل دوي عمد مرة بدم بسكو خلنا سائل كاس وإذا دوس كل دنا واتر أنا عامد وضد بضم يا وح وحج عبورية ضد بضم وح خلد هاي لا بضع بابين كدوين بالله بدأ يا إسكو باب أي سنة هاي
نبي وحوري بمنصاصة وجه دها وجب أجرك جواريها أجر كذا واجب هو يدا صدقات قصة قيسة أجر كذا واتها الشيء وردها عليك الميراث وردها وحكوس علي أضنتنا عليك دش الميراث أضنت أضب حسين رحل بك كوس علي ولا بجوك للدون جهة تصدقية جهة إرث وكل دوينه قال وحيت يا رسول الله رسولك إلهي إنه كان عليها صوم تواقرتي صوم شهر بالصوم الأولى ويدي أفأصوم عنها قال صومي عنها ويدا كصوم قال وحيت لي إنها لم تحج قط ويدا ميس حج ولقيت أفأحج عنها ويدا ما كحج النبي الله قبر بار يدا ويدا أدود نينيس حجي عنها والنبي ويدا كحج أو كصوم أو صدقة أدب حسن والله أقبلي دخل بانا كوسو علي والله وكلا بابها كعبسنين وحدثنا وحدثنا النوتبي ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن امير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي بمثل حديث من مصر بوشيغوي حديثك من مصر هذا مريسيل يو عبد الله بن امير نشيغي ومركا متابعين يا نيك علي المصر اها غير أسي شأنه قال ابن مروحي لي صوم شهرين ماشي بالبالغولها أهيد أي وحي لي أصوم الله ببرد بالغولها اسم الدي ذي حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري الصفيان عن عبد الله بن عطاء المكي الطائف إن كان سؤال هنا عن ابن بريدة عبد الله هذا مري سنوي عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي فذكر بمثله وحوشي قودات كان تنبيه ثوري سبيان الثوري وحوشي بمثله من حديثي ابن مصر بوشيغي وقال وحور يا صوم صوم شهر بوشيغي نينك وري وحو خلافه ووداك ابن مير ابو خلاف وحدثني اسحاق بن منصور الكوزج بايد تبي حديثك اخبرنا عبيد بن موسى العبسي عن سفيان الثوري بدل الاسنادي وقال وحور يا صوم عبيد الله يلي صوم شهرين مرك اختلف على سفيان الثوري كما اختلف على عبد الله بن عطاء سيلس ومان دافاي مركا صوم شهر يو صوم شهرين وانا ماشي عسكدين مالك وحي دهين حديث اضطراب با كترين صادرت مالك يا ابو حنيفه جمهور تا صحن اميد لغم سومي كريده حال وماشي يا الله متشرو اختلاف هو معي صوم شهر يا شهرين لا تعارض بينهما معي لي مركا ورنا نبيغا هويني با ويديس وصوم شهرين بها رواية دنبين نينك أنا صوم شهرين بي نقون كرتا رواية وقاعدة كالدوران كرا مقاسا في رواية لغو جمعين كرا هذا بيل هذي اللي قضيه هذا بيل الله قضيه أما لغو قد محاي كالدوين يعني اضطراب معنوية ميشا مية له رواية الوي كالحوب هذي ترجيح لمرا وي كالحوب بدين على يتحال دين تئن ميت كالنبي وحاك لغا قتيليهن أصل كمسلم كأه أيا لوعليا ميت كمختلف كأه أما متك حمك صلى باري محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد أكتيسة يسائلك أما سائلة السؤال نبي قويد محمد صلى الله عليه وسلم ميتك دينتي إن دين تحق الناس كلا قبح انكره محمد صلى الله عليه وسلم أصلا قدر لسينا فدين الله يحق أن يقضى صوم عنها كقد كحج كصمي إن ميتك دين تلا قبح إنا برنانتاي أسوى مسألة إجماعية خلافا ملا وحال اسكو هيو وا صومكي يا دينتي الهي ما لا بخين كرا انتو نول ياي مي قف قف كسومي كرا ما جرو اجماعا هدي لا نول ياي قف قف كسومي كرا اما كتو كان كرا ما جرو وحي نيابدو غشو الا اسكا قاد انت نوشاي هدي عذر دار يماد وا حجكي زكدا زكدا ما بخين كرا حجكي بان كا حجي كرا مركه مساله خاصه اما الصوم والصلاة لا يصلي أحد عن أحد في الحياة ولا يصلي أحد عن أحد في الممات أيضا صلاة وقوني ضد مثلا لقد تكن مهي ضد نوشاينا لقد تكن مهي صوم كنا هداد نوشاي لقد صوم مهي إجماعا وحو خلاف كجرا مركات ديمتو صدح المذهب نواط صوم مرتب مذهب الجمهور مذهب أصحاب الحديث والقول الشافعي القديم هي مذهب الحنابلة يعيد الرعضي صلاة شغل الإسلام من تيمية صوح سوق قورية حنا بابنا ويشيغان هذي ندر تهي هذي ندر تهي إلا سكتو كنكر ندر شرطي
حتى إله وحد يقول هذا ذات ساي ساي نقطينا مثلا مسادي هبل أن كنت كذا لواتن صلاة دوت لو سادي تكني بالغلف تري صلاة النذر كوالس كده تكون كرا رأي جرا رأي لسوق غريو لكن نووي قاضي عياض جماعة من أهل الفقه وحسوق إجماع لا يصلي أحد عاد إجماعا مطلقا كما لا يصوم أحد عن أحد في الحياة مطلقا وحلسكها يو صوم كما قل روح الدنتو لكن انتو النولي هاي مايا صلاة عيضه جملة وتفصيلا مايا مرك خلاف قادم ب إنه قديم هاي إنه متأخر انت لقوه بسان هاي اجمع انو تشوغينا إن شاء الله تعالى. وحدثني ابن أبي خلف محمد بن أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف المخزومي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة الفزاري عن عبد الله بن عطاء المكي الطائف إن كان صلى عن سليم بن بريدة عن أبيه كوايا ضم مركة عبد الله بن بريدة نصوم مري أسوه ابن بريدة عبد الله اللي إبهامين ونصوم مري إن كان والكي ومتابعين وكذلك جميع أبناء بريدة واثقات أئمة عند أهل الحديث. سليم بن بريدة عن أبيه قال وحول أتت امرأة إلى النبي نبي قال هو أتمت فذكر بمثل حديثهم حديث كذي وقالوا الشيخي جماعة يصوريين هيين عن عبد الله مرأي ابن بريدة وقال وحونا يلي صوم شهر محرم أن أقول مكة مسلم الراجح في الحديث وحاوي وصوم شهر فقط شهرين يكون محفوظ ما أين وتلمامور ربا سيادة مركة دريمين والله سبحانه وتعالى أعلم.